مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في حلقة جديدة من ما لا تعرفه عن كندا. اليوم بدنا نحكي عن أشهر محل كوفي في كندا اللي هو تيم هورتون عن قصته. في ناس كثير ما بتعرف شو تيم هورتون، كيف إجا، وفي حقائق كثير عن تيم هورتون حبينا اليوم نشارككم فيها. طبعا تيم هورتون هو عبارة عن محل مشهور في كندا ببيع قهوة وحلويات دوناتس وتيمبتس وشغلات زي هيك. هاي الأمور كلها بدأت في متجر صغير اللي موجود في كندا بيعرف شو هو التيم هورتون، لكن اللي موجود خارج كندا يمكن ما بيعرف، بس لما يجي على كندا لازم يشرب تيم هورتون. It's like an icon في كندا، يعني اللي بوصل كندا وبشربش تيم هورتون كأنه ما وصل كندا يا جماعة. طبعا هاي الشركة في كندا بتفتح متاجر أو محلات ضعف ما تفتحه ماكدونالدز، ضعف العدد، وبيمثل تقريبا 62% من مبيعات الكوفي في كندا. يعني الكوفي الجاهز 62% لتيم هورتون، إذا بدك تقيسه بستاربكس مثلا 7% فقط. طبعا مين هو تيم هورتون؟ تيم هورتون هو لاعب حوالي 24 سيزن في الهوكي، وبعدين بس خلص قرر انه في 1964 انه يفتح تيم هورتون دوناتس. كان هذا الاسم تيم هورتون دوناتس، كان يبيع دوناتس وقهوة، لكن بعد فترة شالوا كلمة دوناتس وظلت تيم هورتون. بدأت في مدينة هاملتون في أنتاريو، بعدين بدأت تنتشر في باقي المدن. للأسف تيم هورتون كان في حالة سكر، وهو سايق السيارة صار مع حادث وتوفي. ففي 1974، يعني بعد 10 سنوات من افتتاحه لأول محل له، شريكه اللي كان معاه اشترى التيم هورتون من زوجته بحوالي بعدة ملايين، اي ثينك انه 4 مليون في هذاك الفقط، وبالتالي حصل على كامل التيم هورتون. في عام 1992 اللي هو الشريك اللي شرى من تيم هورتون اللي اسمه رون جويس، قرر انه يدمج شركة تيم هورتون مع شركة ويندي اللي بيبيعوا هامبرجرز. ظلت هذه الشراكة مدة طويلة. في 2006 لأسباب معينة فكت هاي الشراكة ورجع تيم هورتون لكندا. وفي هذاك الوقت باع روي جويس نصيبه من شركة تيم هورتون بتقريبا 14 أو 1.5 بليون دولار. تيم هورتون بشكل عام ما بتبيع قهوة، بتبيع دوناتس وسوب وكروسان وتيمبتس، أو هي عبارة عن زي الزلابية أو العوامة بلغتنا، بتبيع حلويات. بشكل عام حكينا احنا 62% من القهوة اللي بتنباع في كندا بس بتيم هورتون، وحوالي 72% من مبيعات الدوناتس والمعجنات تباع في تيم هورتون في السوق الكندي. في حوالي 4000 فرع لتيم هورتون في كندا، 4200 فرع بالضبط، وفي أكثر من 800 فرع في أمريكا، وحوالي 150 ل 200 فرع في باقي دول العالم. في البداية كلمة تيم هورتون كانت موجودة تيم هورتونز، في فاصلة هون اللي هي تعبر عن الملكية أو التابعة التبعية لهون لتيم هورتونز، لكن بسبب قانون العلامات التجارية الموجود في منطقة كيبيك اللي هي الفرنسية اللي ما بيجوز تحط فيها أبوستروف، فاضطرت شركة تيم هورتون تغير الاسم وتشيل هذا الأبوستروف وصارت تيم هورتونز بدون ذلك. للعلم في متجر لتيم هورتون في القطب الشمالي، في دائرة القطب الشمالي نفسها موجود ومفتوح وبيشتغل، وكان في متجر موجود في أفغانستان عند في قاعدة من قواعد الجيش الأمريكي فاتحينهم
تيم هورتون. في كلمة مشهورة في كندا ما بيعرفوها يمكن غير الكنديين بالإنجليش اسمها دبل دبل، هاي مشهورة في تيم هورتون. دبل دبل معناها للي ما بيجي أو ما يجي على كندا معناها قهوة مع اثنين حليب واثنين سكر، دبل دبل. فلما تيجي تحكي لأي واحد في كندا دبل دبل على السريع راح يعطيك قهوة فيها اثنين حليب واثنين سكر. كل حياتكم إن شاء الله تضلها دبل سكر، ويعطيكم العافية، وإن شاء الله نلقاكم في قريبا في ما لا تعرفوا عن كندا. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.